دبال شخص خطير جدا، شخص يشكل خطرا على النظام، يسعى لنشر العلمانية في البلد، شخص يشكل خطرا على الجزائر. يقال أن الشيطان في صورة إنسان هو أخطر من الموساد وجميع مخابرات العالم لأنه يهاجم الفكر. شخص متفوق في اللسانيات وفي اللغة ويملك العديد من العلوم ومنها علوم الطبيعة وعلوم الفضاء. شخص لا يستهان به لدرجة أن تتكلم عليه القناة الرسمية. شخص زرع الرعب في نظام الحنوشة ونظام الجنرالات. شخص لو كان في بلد آخر لنصب وزيرا للثقافة وزيرا للتعليم العالي. شخص هزم الفرزدق وهزم امرؤ القيس بن أبان وهزم طائبة شر في اللغة، هزم يقال أنه أصمعي زمانه، يقال أنه نابغة زمانه. هو عبارة عن أيقونة، عبارة عن باقة إعلامية بذاته. هذا شخص يشكل خطرا على النظام لدرجة أنه قام بحظر جميع الناس المثقفين. هذا شخص لا يستطيع أحد جداله، هو شخص خطير جدا يجب الابتعاد عنه. شخص استطاع أن يفك شفرة القيد صالح وشفرة نظام الجزائر، شخص لا يمكن الوثوق به. طبعا يستطيع أن يتآمر على الدولة ويكشف جميع المؤامرات، يستطيع أن يعطي خططا استراتيجية. طبعا نحن نحذر الناس من السماع لهذا النابغة، احنا نحذر فيكم. شوفوا مثلا كيفاش يشرح، كيفاش تبينوا بلي عالم لسانيات، أبين بلي عالم تاع لسانيات، لأنه يقال وهذه مصادرنا الخاصة أنه كان عالما في اللسانيات ثم دخل إلى السياسة. طبعا حرم النفس نتاعو من أنه يكون نابغة وعالم في اللسانيات ولا قرر يناضل ويحارب جي نظام الحنوشة. شوفوا كيف قوته في علم اللسانيات. أو العلم اسمعني شو قاعد تقول. بس بوعيت لي دمنا الكويري واخو احنا نضحكو معاك، دمنا الكويري واخو احنا ماشي نضحكو عليك، احنا نضحكو عليك برك. شلون ما حطوا يحب هذه الالوان. هذا يحكي على النظام، هذا يحكي على الدوله.
عاود عاود يا ولدي اسمع، وهو عالم كذلك في المأكولات وعالم الأكل والطبخ. ما قلنا لكم نابغة مثلا باقت بين سبور مثلا كاين تاع الطبخ تاع الأطفال تاع، حتى هو نابغة في هذه الأمور. يعني هو خلى هذا المجال ودخل لي يقاوم في النظام، نظام الحنوشة. طبعا شوفوا يعني جمال، يعني يعجبني كي يقول ها ها مواهب. السيد موهوب 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 مع ربي سبحانه. السيد عنده مواهب. السيد النظام ما عرفش يستغل هذه المواهب. هو كان موهوب بعد كرس حياته في النظام. هو يعني يقدر ينجح حتى في الأفلام السينمائية. يعني أبو منسي هذا شوي ما عرفت تشوفه مليح ولا عشق فيك. Game of Thrones. أي من متغامش فينا. هذو يطيحوا النظام ويحكموا الدولة. Ha ha ha.
هاي من شاك ضغط. هذا يسب في القايد صالح. القايد صالح اللي عاصر واللي قضى واللي انهى عصر نتاع الشرعيه الثوريه، يعني اخ واحد تاع الشرعيه الثوريه اللي من راح يمد المشعل هو القايد صالح، مد المشعل الان لجي الاستقلال كما يقولون. هذا يسب في القايد صالح. القايد صالح اللي عاش وهو اللي تفوق على الجميع، عاصر سعد بوتفليقة، عاصر بوتفليقة يكون يناف، جنرال توفيق، جنرال حسن، جبار مهنا، حبيب شنتوف، قنيزية، خالد النزار، توفيق، اسماعيل العماري، محمد العماري، كمال عبد الرحمن، عاش مع هذو كل، عاش مع هاد الخلوطة كل، جنرال قنيزية، جبار مهنا، نكح العياط، عاش في العصر تاع التواتي تاع العربي بالخير، عاش الوقت تاع الشادلي، عاش الوقت تاع بوضياف، عاش علي كافي، اليمين زواد، دركا هو اللي مد المشعل شنقريحة وتبون. هذا يحكي لي، هذا يفهم الدولة، هذا دوك يعرف في أمور الدولة. قولوا هذا دوك يحكي على الدولة، يحكي على النظام، يحكي على هذا دوك يحكي على الدولة. احنا قلنا له من قبل، انا قلت له يا ايمن خطيك من الفتنة، ما ديش الفتنة بين ابناء الشعب الواحد، خطيك حاب تظهر يا موهوب ما شاء الله، عندك مواهب متعددة في التمثيل والتنكيت، وانت يا كل حال عندك موهبة تاع واحد بهلواني، خاصة عندما تلبس هذه الألوان اللي شريتهم لك خصوصي، أنا ما نلبسهمش هذه الأشياء، شريناهم لك خصوصي يعني مش تلبسهم، أنا شريت نكون قدوة نتاعك يعني نعود نلبس هذه الأشكال مش نكون مؤثر كيما أنت، طبعا، هاو يجيك واحد دوك يقول تجمع الأحرار، هاو أنتوما اللي تتبعوا في هؤلاء الأشخاص، دوك أنا هذا واش راح تحكي له كيما هذا الشخص، واش راح تحكي له؟ ها واش كان يدير من قبل؟ سيد خطير بوليتيك، خطير السياسة، خطير التاريخ، سيد هو كان عايش هكذا. نتوما هاو المشكلة نتاعكم، ها المشكلة تاع المعارضة تاع الجزائر، واحد يسرق الصبابط، واحد شعب بدون شعب، واحد كحراك كان يحكي على الحركة من بعد دورها بوليتيك، واحد مغنية محمد زكي هذيك اللي واش سموها، الآخر تبعوا لي في غني مهدي، سراق، أرنب، تبعوا لي في رشيد نكاز. كان في فرنسا من بعد فطوك من بعد جا للجزائر، واش هذو الناس هادي ذات الوعي نتاعكم؟ طباخ تاع كندا، سراق لا 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 سراق الكوفيرتات، مربي الكلاب كيقول بن زديرة، على كل حال احذروا من بن زديرة، حذاري من بن زديرة، بن زديرة يقدر يتوغل في وسطكم، بن زديرة يستطيع التوغل في وسطكم، يا الباديسية النوفمبرية على جالك فكرة واحدة، حذاري منه، باش نتفاهم. ويشري فيكم دروك هو قاعد يلعب لكم على وتر الحساس، حذاري منه. تبعوا لي هشام عبود، هشام عبود مع الانفصال يقول نحب فرات معني ومع المغرب. كيفاش مدوا لكم الدوله؟ كيفاش الحكم للشعب؟ كيفاش نمدوا الحكم للشعب؟ ونحط المعارضه ونحط الكفاءات ونحط، ما كان حتى كفاءه، ما كان حتى هذا الشخص، هذا الإماعة الصعلوك يسب في القايد صالح وما احترمش المشاعر تاع الناس، كان دوك كاين ناس دوك مشات مع القايد صالح احترم المشاعر نتاعها، لا يسب ويدي ويعاود، خوين قالوا لي علاش ما طلعش معاه في اللايف، مستوى ضعيف جدا هذا الشخص، مستوى تاعو ضعيف، يستهزئ بالناس، يسب الناس، ما يعرفش يهضر مسكين، ما يعرف والو،
هنا نعطيكم نقطة انتبهوا جيدا. أنا يا وركز على القضايا الكبار، ما نحبش نحكيوا على فتنة هنا في الداخل، خطيكم منها. ولكن بما أنك تحكي في هذه المواضيع، نعطيك رسالة في دقيقة عبارة عن شفرة اللي فهمها فهمها ما فهمهاش دبروسو. الأشخاص اللي خلوك تسب القايد صالح أو بديت تسب في القايد صالح لإرضائهم، الأشخاص اللي تتبع فيهم، هؤلاء الأشخاص أنت تظن أنهم ضد القايد صالح بسبب الهوية، وأنهم انتصروا على القايد صالح عندما رسمت الأمازيغية. وهناك أشخاص جماعة فكر خطط القطط، هذو جماعة ما عجبتهمش هضرتي في واحد الوقت، ولكن انتبهوا معي جيدا ثم راح تفهموني. أنا نقولكم لا للفتنة، ولكل مقام مقال، وليس كل ما يعلم يقال. هؤلاء الأشخاص يا أيمن اللي فرحت كما جابوا الأمازيغية هما ما فرحوش. القايد صالح ليس ضد الهوية، هم كانوا يبحثون، هم قاموا بدس أبنائهم لتهيئتهم للمستقبل لإمساك الجزائر وإمساك مفاصل الدولة. دحوهم في بلايص من زمان هما يخدموا عليها مش يكونوا هما النخبة، لأنهم هما أيسوا وقت جيل الثورة، جيل الثورة الشرعية الثورية. قالك بعد هذا الجيل احنا راح نستلموا السلطة، وأبنائهم هما الإطارات. فماذا فعل القايد صالح والدولة؟ ما مدلهمش السلطة، والدولة ماهيش راح تمد لهم السلطة منهم. أبنائهم صح راح يكونوا إطارات بشهادات صح، ولكن مش راح يحكموا الدولة، لأن الدولة مش دي معاهم نفس الخطة. لا، الدولة أنشأت لهم جيل وهو أشبال الأمة، هم سيحكمون هذه الدولة. خليك اللي يحب يدي وزير يدي، واللي يحب يدي بان في التلفزيون يدي. الرجال مؤثرين حقا في الدولة وما يبانوش، شي يكون في علمكم. مؤثرين حقا في الدولة وما يبانوش. إذا يا أيمن روح مارس هوايتك القديمة أحسن، روح مارس هوايتك القديمة أحسن. احنا ما ناشو مستوى نتاعك، مش نجي منا نطلعو معاك في اللايفات، تا مستوى عالي عليها بلوكيتنا. إذن أنا لا أتهجم على أحد، وإنما القافلة تمر والعصافير العصافير وتزقزق، وسعلى سالة لازم تنزل من القافلة وتسكت العصافير هذيك اللي تزقزق، اسكت حسابك أنت ما تعرفش. إذن نحن ضد الفتنة هنا في البلد، خلينا نحكيو على مواضيع كبار خير. احنا ضد هذه الفتنة في البلد، وانا اعلم جيدا ما اقول. اذا هذا امر نقدر نلخصه في واحد الحاجة، مشكل المعارضة في الجزائر، ومشكل اختيار الشعب لبديل النظام دائما يكون خاطئا، يا اما جهوية يا إما عاطفة. يتأثروا هادو إسلاميين تبعوه ويجيهم بإسلام خاطئ، ولا جهوية هادو تاع الجهة الفلانية تبعوا هادو الخطرة هادي. حنايا ما نعرفوش نهيئوا معارضة تاع ناس مثقفين عندهم مشاريع يخدموا البلاد دون أي أهداف أخرى. حنا للأسف نتبعوا ناس ما نعرفوهمش. دوك أنتم يا أبناء الحراك، حنا ما نتهجموش عليكم، حنا ما نلوموكمش، لأنه 90% من الشعب الجزائري ما يعرفش واش قاعد يصرى. الناس قبل لوفان دو فيبري ما كانتش تتبع هاد الأشياء. مثلا أنا شخصيا، أي شخص يعرفني شخصيا يقولك هذا الشخص كان يتبع البلوطة ويهتم بالتاريخ وهذه الأشياء. أنا ما كنتش أنا ندير في الطوايش هادو نتاع العدس يقع وفيلم رومانسية واني نحبك ونموت عليك. خاطيونا احنا الحوايج هادو، احنا خاطيونا الحوايج هادو. انتوما خيرتوا اشخاص مثل هادو وبانوكم هما اللي واعيين، احنا ما نلومكمش. ولكن الان اذا كانت المشاكل الاجتماعيه عذرا لكي ننصب هؤلاء على راس الدوله، هذا ليس عذرا. ونحن
والنظام والدولة كي تحكي على هؤلاء الأشخاص راهي مش خايفة منهم، راهي خايفة من حرب أهلية هنا في الجزائر، خايفة الشعب يتضارب تقابض مع بعضها. النظام راهو ما يسقطش، الجزائر النظام تاعها راهي ماهيش لعبة كيما ليبيا. الجزائر ماهيش ليبيا، الجزائر عندها جيش نظامي. ولماذا يريدون إسقاط الجزائر الآن؟ كاين الجزائر الآن ومصر والسعودي، راهي كاينة معركة كبيرة قاعدة تدور. حنا حابين نحكيو في المستوى هذا، والناس حابين ذراع يخلطوها لنا هنا. مثل السابق هو بومدين راح لهيئة الأمم المتحدة، وهو بومدين قاعد يحكي على القضايا العالمية وحاب يجيب نظام عالمي جديد، يروح حنا للجزائر يقولوا له حابين الهوية ولا حابين لاخر ولا الطاهر الزبيري حاب يدير عليك انقلاب، راهو مخك يحبس. دوكا انت الجزائر دوكا في أزمة إقليمية وأزمة لاخر وقاعدة تخط منها على 20-30 سنة القدام، ويجيك واحد يقولك على جرة الزيت والسكر نسقطوا النظام مخابرات إرهابية ويسقط حكم العسكر. علاش؟ لأنه مش يجيبوا لي الزيت، مش يجي تجي الزيت، لازم يجي زيتوطو أمير ديزاد يحكمنا، وأيمن دربال وزير الثقافة، ورشيد نكاز إنسان مثقف. أجمع خافوا ربي، كان جا الأمر بيد الشعب بالعاطفة هذه. دوك راني مهدي ونائب رئيس ونكاز رئيس والأخ إبراهيم العلامي، على كل حال هذا كاين صنزوري ما نتهجمش عليه. على كل حال فهمت زبيدة عسول راهي الأخرى وكريم طابور وهنا والأخ، ماكم فاهمين فيها والو. الشعب يا الشعبي لازم تفكروا، لازم تعرفوا شكون تخيروا، لازم تبداو ساعة تعلموا تخيروا ساعة في البلديات من بعد 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 البرلمان بعد مش تلحقوا الرئيس والدولة والنظام بهذه الطريقة. الدنيا ما تمدلكش المشهد. أما مسار تبون الآن أجمعهم في الطريق الصحيح، اللي حاب يروح التشريعات غير يروح،